بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم احشرنا في زمرتهم يا كريم، أمين. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الخطبة بحول الله تعالى مع خلق عظيم من أخلاق الإسلام، مع خلة من خلال وصفات الكرام، صفة تتميز بها المرأة المسلمة على غيرها من الأنام. أتدرون ما هي هذه الصفة وما هو هذا الخلق؟ إنه خلق العفة وخلق العفاف، وهو النقاء والطهارة من كل رذيلة والطهارة من الفاحشة. هل رأيتم إخوتي في الله أجمل من أن تكون المسلمة عفيفة طاهرة من كل رذيلة؟ أنسيوا النهار إن شاء الله تعالى، خيج الخلق عظيم، إيج المبدأ من مبادئ الإسلام، وهو الخلق للعفة. العفة يعني البعد الذي بعّف الإنسان مرة خلف واحش. خاصة بالنسبة إلى المرأة المسلمة، الفتاة المسلمة، أنه متيري ذيس الحياء ذيس العفاف الطهارة، خاصة ما يمغن السرخ الموضوع، لأننا في زمن الآن باتت الحرب تشن على الفضيلة والعفاف، لأن نهار ذينج الحرب موازية الحرب على الأجساد والأجسام المسلمين بقتلهم، ذنيج الحرب النغني معنوية، وهي جارة ضد العفاف ضد الطهر. هذه الحرب أصبحت الآن ظاهرة مكشوفة، قد شب أوارها وارتفعت ألسنة نارها وعظم دخانها. فكم ترى اليوم من مكر كبار في الليل والنهار، سعيا وراء وأدي ودفن عفاف المسلمة عبر إشاعة الفواحش وتيسير سبلها وإغلاق أبواب ومنافذ الحلال وتضييقه وتلميع سير هاتك العفاف والتهكم والاستهزاء برموز العفاف. قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الله عز وجل حيي ستير، زي الأسماء الله عز وجل الحسنى، أنه سبحانه جل جلاله حيي ستير، وهو جلال جل جلاله يحب الفضائل ويكره الرذائل. فالله عز وجل يريد منا أن نكون مجتمعا إسلاميا، أن يكون مجتمعا طاهرا نقيا يحافظ فيه على الفضائل وتحارب فيه الرذائل. ففتحت الشريعة الإسلامية طرق العفاف وسدت
جميع أبواب وطرق الشر والرذيلة. ولذلك ومن هذا المنطلق أوجب الإسلام على المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة أوجب عليها الحجاب. بشدير المجتمع يمسرمن مجتمع طاهر ذيس الطهارة ذيس العفاف والنقاء وذيس بو الفواحش، الله سبحانه وتعالى إفاض فرضا منه خ المرأة المسلمة خ الفتاة المسلمة أتيضار ومقان الحجاب، الحجاب الشرعي. فالحجاب عفة وطهارة ونقاء، والحجاب فرض عليك أيتها المسلمة. وجيثني خصنا تياض الحجاب، ممش نتسرى أربعة قانت يوقع الإيمان أقد قور، وجي مهمة قذ الحجاب، المهم هو الإيمان. نعم الإيمان أقد قور، ولكن الإيمان هو النتجان المسلمة أطيع الله سبحانه وتعالى تياض الحجاب الشرعي. وخمي فاضن أيتها المرأة العفيفة الطاهرة، وخمي فاضن تياض الحجاب، إنه الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم. اسمعي إلى كلام الله عز وجل، قال الله جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يمار الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يماريث باش هذه يبدا زيث الداث النس، هذه يمار زوجات نس أمهات المؤمنين، ثم يسيس طاهرات رضوان الله عليهن، ثم هذه يمار في مغارين يمسرمن مارة أذقنت عروض للحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن. فمن أمرك إذن بالحجاب؟ وش ميومان أيتها المرأة المسلمة أيتها الفتاة وش ميومان بشت يعظ الحجاب؟ إنه رب الأرباب جل جلاله. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء. الآية تنتي يومان أمار رثم غارين تحنجيري الفتيات إن يمسر من بشر رياضنت الحجاب. حجابك أيتها المسلمة وجذك تنوها تياضت، وإن بنجن الرمز رمز العفة والطهارة. الحجاب ليس جن تشريف وتكريم وليس تضييقا كما يدعي أعداء الإسلام. وجي الإسلام يوم ثم غاف بشر تياض أعرض سابغة الساكو الشيء، وجيو ماريت باش خاص يضيق ابدا، وانما ذيس تكريم للمراه المسلمه هو حله جمال وهو صفه كمال للمراه المسلمه، وهو اعظم دليل على ايمانك ايتها المسلمه وعلى ادبك وحيائك وسمو اخلاقك، وهو تمييز لك بها تتميز المسلمه عن الساقطات المتهتكات. فإياك إياك أن تتساهلي بحجابك أو تتنكري له، فإنه والله ما تساهلت امرأة بحجابها أو تنكرت له إلا تعرضت لسخط الله وعقابه. وما حافظت امرأة على حجابها وعفافها إلا ازدادت رضا وقربا من الله واحتراما وتقديرا من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى جل جلاله ما فرض الحجاب عليك أيتها المسلمة إلا لتكوني كالدرة كالجوهرة المصونة وكاللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها الأيدي الآثمة. الإنسان ما رغاسش نحج تعيز خاس يتقوذ خاس وجيت جتا مذي بارا ونتغي سنتي سيتيرقل نغوني دغيسنا خسيع جن لا يتخماريت. فكذلك شم أيتها المرأة المسلمة فعز بطاس غان غذي الدين. لذلك يمار الإسلام بشت الصادق في النم حتى لا تكون عرضة للنظرات نظرات الذئاب.
ولذلك الله عز وجل لما وصف لنا الحور العين في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، رميغ ديوس صفار بسبحانه في القرآن الكريم في مغارين غيرين دي الجنة، ما مش خسنتي عبار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال حور مقصورات في الخيام، يعني مستورات. وهذه صفة كمال، الستر هو والحجاب والعفة هي صفة كمال للمرأة المسلمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في مغارين من الجنة أغاسنتيري الخمار الصانتي خفنسنت وخقين دي الجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خمار الحور العين الواحد، الخمار الواحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحجاب اللي تقدي الدنيا يسكوى دروس، ولكن مادام تقد الطاعة لله عز وجل هذا ما يبدر الله سبحانه وتعالى. أيتها المسلمة ذي الجنة يجن الحجاب يجن الخمار يسكوى أكثر من الدنيا مارة وما فيها. فالحجاب حماية لك أيتها المرأة المسلمة، الحجاب ستر لك. قال ربنا جل جلاله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والحجاب أيضا دليل إيمان، لأن الله عز وجل حينما يخاطب في القرآن الكريم وزيد خطب أطياب الحجاب وجي الكافرات وإنما المؤمنات، باش تشد دليل أنك من المؤمنات فلا بد أن تلبسي الحجاب. يقول الله عز وجل وقل للمؤمنات، ويقول في آية أخرى ونساء المؤمنين. وفي تفسير الإمام القرطبي أنه دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يزدج الوفد من تمغارين وسنتيد أمنا عائشة رضي الله عنها وثنتيد غاس، وعليهن ثياب رقاق يا بن شنوارو ذزد شويت، فقالت لهن قبري غير بذن تسقسنت خدين في الناس انت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، ولكن ننت للمؤمنات ثنت ذي الدين قيار رضيت يا بنت وجبوظها الرض المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات مروث جنشز المؤمنات فتمتعن به يا بنت من تخسنت، أي تمتعن بهذا اللباس في الدنيا ثم في الآخرة العذاب الشديد. وأدخلت امرأة عروس، أدخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر، معصفر يعني ديس اللوانث، شنو ربعة مهر رضيت يا بنت ربعة مغارين فتيات نهارة تصارخ في نس، ولكن عروض النيق يجذب الأنظار مار الألوان دي خلق صدار بي أقدقوا عروض النيق والنيق فغف كذي سيخزان. فإن الحجاب للستر وليس للفت الأنظار. يا بنت فينا وسنت دغا عيش أثنتا ثمرشت يا رجل وعروض معصفر ليس تصل الألوان. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا. وثم إن شاء زي صورة النور يطمع المؤمنات العفيفات الطاهرات أضياض الحجاب الشرعي يوذي تجيبو يتصل الألوان باش وتثيرين تبو الأنظار في الناس. قولوا من شاء زي صورة النور ثم غياض مع الرضا موضة. هذا تقوله أم المؤمنين رضي الله عنها في زمانها، في زمان النس الذي كان قريبا من النبوة. ماذا تقولين يا أمنا لو رأيت اليوم لباس كثير من فتيات المسلمين؟ إمرث سدنهار أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تستنكر في الزمان النير إنهار مرث سد ثياب الشوارع النغ خزغت حنجيرين إلا من رحم الله غوار رضني حصان ثم تقفون على الزياس نجوز جيف قار الصفيق يقير الحجاب من غثين أمنا عائشة رضي الله عنها. أيتها المسلمة النقية العفيفة التي نبتت في حقل الإسلام، شمل انتماء النم أيتها المسلمة، انتماء النم دين عظيم وهو دين الإسلام،
وسقيت بماء الوحي فكانت زهرة غالية. يا من لا زلت إلى الآن تترددين وتسوفين في لبس الحجاب الشرعي، مازال عاد مرة من يعذل نزول الآيات القرآنية تمانس الحجاب، مازال عاذين ربعا متحنجرين، مازال عاد وهتدين شاب أبيض اللباس الشرعي، مازال تتردد قرش قعاب قعاب أبيض. يا أيتها الفتاة المسلمة التي تلبس لباسا ضيقا وتظن أنه حجاب، يا ثميت يا نار روب يحصار ذيس الألوان مثير للغرائز والشهوات فقواز زيس للشوارع فقارشي وقنش قيغ الحجاب ويبهولو. كم مرة كنت بلباسك هذا المتبرج، ربعا من الحجاب يحتاج إلى حجاب، هذا اللباس المتبرج شحريمان أيتها المتبرجة أعرض نتياضي زيث قواد الشوارع والطرقات، شحار الشباب غامدي خزان فيفتنون مثني شباب مستقيمون خسنا ثبت الخدين، ولكن خميني خزان أعرض النئ يحيدون عن طريق الاستقامة فتكونين أنت السبب في فتنة شباب المسلمين. شحار الشباب يتسكد خز جيك بسبب أعرض النئ اتياضي. كم من فتاة مسلمة نظرت إليك فقلدتك، شحال تحنجيرين تيمسر من خزان تغام تغرس انت ذوني جند الحجاب، فتركنا الحجاب الشرعي بسببك. كلهم وكلهن ستسألين عنهم يوم القيامة. ما رأيني يفتن سوار رضني، ما رأيني يعظن شنوار رضني ويجين شذ الحجاب، أخس نتوسق سيد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ألم تسمعي إلى قول الله سبحانه وهو يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيا أيتها المؤمنة الطاهرة، يا بنت خديجة وعائشة وأسماء وصفية، يا بنت الإسلام، ألا تعلمين أن أعداء الإسلام يحاربون الإسلام من خلالك؟ والسند أيتها المرأة أيتها الفتاة، فتاة الإعداديات والثانويات والجامعات، والسند بأن غارض ميت ياضب تعاونت الزيس أعداء الإسلام باش حاربنا لهذمن الدين الإسلام. اسمعي إلى أحد الغربيين المستشرقين ين يغيظهم واتخسن بو أتياض ثم غاف نغفح نجات تمسرنت أتياض غارض النس يصار يقلقهم ذلك ويزعجهم ذلك. دينيش المؤتمر ينقضي الجنس زيسن فقال للحاضرين علينا رخص من هدم الإسلام القضخ الإسلام، علينا أن نكسب المرأة أن سمح قاريز قسحن شوي أنها غرك في مغارين نتسلل إلى النساء، فإذا مدت إلينا المرأة المسلمة والفتاة المسلمة يدها ربحنا القضية. من نستطع أن صفق في مغار من سرمن وتياضنت بالحجاب أذياضنت عرض إذا ستنسكا إيجان مضى مخالف للشرع كسبنا القضية. من تعني القضية يغاصم هدم الإسلام، فهم يريدون هدم الإسلام من خلالك أيتها المسلمة. خميت يا ضارضني إحسان، خميت يا ضارضني المتبرج وخوسين من حيث تعلمين أو لا تعلمين قد عاون قاشم ديجن القنبلة ديجن السهم في نحر الإسلام. حين لا تلبسين حجابك الشرعي فأنت تذبحين العفة والحياء في مجتمع المسلمين. أترضين أن تكوني معولا يهدم الإسلام بدل أن تكوني لبنة طيبة مباركة في حصن الإسلام؟ فيا أيتها الأخت المباركة، يا بنتنا الصالحة العفيفة، أخاطب فيك ضميرك الحي وفطرتك النقية، والله إنا جميعا لنرجو من قلوبنا أن تكون أختنا وبنتنا المسلمة أن تكون من أهل الجنة وأن يحفظك الله من النار. مرة تدعاك مسور يا بنتنا في حنجرين يسماثنا لأخواتنا
تدعى كيس السهور باش هذه انت ان شاء الله تعالى ذي الجنه وسط نخشى اضحى قنت ذي جهنم بسبب عرض النتيارنت. فان التبرج شحان تمغاري زاد جان زومان تقن ترخى ولكن وتيارنت شيارض من الحجاب الشرعي يوم القيامه ضمن ضان دي في مسير اثنت جهنم أولا وجه في قانية والأخوات أيها الإخوة يقارف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم المشفق عليكن فإن التبرج من صفات أهل النار. تبرج عرض النير إحسان عرض نتمزى النهار والنذا عرض أهل النار نيني غير فن تمسي أعاذنا الله تعالى منها. التبرج من صفات أهل النار وصبرك أيتها المسلمة مرثي هذا الحجاب النمش الشرعي الواسع السابق الساتر صباد خاس صباد خ الحجاب فأنت في طريق الجنة فهو سبيلك لدخول الجنة بعد إيمانك وتوحيدك لله عز وجل. اسمعي معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما أورد الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح يقار النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما قدس شموسا يقار النبي صلى الله عليه وسلم الصبر فيهن يعني الصبر على الدين مثل القبض على الجمر. إن سن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قدس شموسا قواند مازال دسن والسنة ذي الجنشي نهارا إن ستفيد وإني غي صبان ذي شبار الدين وزي سياخوز الدين نهني جبل انت اللي يسمح لي الدين انت يشبه لي الدين يشبهي في النبي صلى الله عليه وسلم شنو يجني جا في عاجة تمسي القفوس وشي صبار الناس قيمني غيدور الزمني واني يصبار خدين اخمي يصبار في عاجة تمسي للعامل ذي الزمني يقال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. الله أكبر. الناس النبي صلى الله عليه وسلم غير صبان خدين دي الزمن أتى في الغاصرة جار أن 50 كل عمل الشد دي 50 شنو اللي توقين في العهد من الصحابة رضوان الله عليهم. قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم هذا وين رجع 50 ما الزينة ما 50 زيسن قال بل أجر 50 منكم فيا له من أجر عظيم للأخت المسلمة لمن تمسكت وصبرت على حجابها وعلى حيائها وعفافها حتى تلقى الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروا يغفر لكم ودعوه يستجب لكم إنه سبحانه وتعالى هو البر الغفور الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد أحبتي في الله خطبة اليوم هي رسالة من القلب إلى كل فتاة أو أخت لا زالت متبرجة في جنس الصرخة من أعماق القلب نريد الخير للمتبرجة حتى تعود وتتوب إلى الله. أقول لها أيتها الأخت المتبرجة إذا مت على هذا اللباس ماذا موت ذا النهار؟ ألا تدرين أن الموت يأخذنا في كل لحظة ولا ينتظرك حتى تصل سنا معينة؟ الموت ويتخضى إما رأيكسي شمر الموت يصدغى ملك الموت شمخوار روضني ثياظ ظهار روضني وشفو ذي ذمني كيف ستقابلين الله؟ ما مش غير قبر السيد ربي يوم القيامة؟ ماذا تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بالحجاب وحذرك من التبرج؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يغار عليك أقام غزوة فوق عجل الغزوة في تاريخ الإسلام في السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام قاتل بني النظير من أجل نصرة امرأة مسلمة عفيفة كشف يهودي خبيث جزءا من حجابها جموذي تويت عيش للمدينة
من يتغي تعيش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رمي في روحيش مسلمة عفيفة في الحجاب نص الخمار في روحات صغ زي السوق ذي سودين قصنا خاص ضحشم يصدغى وانس يعفع شوية الحجاب يشديه بذن ضحشم. النبي صلى الله عليه وسلم هي جيش من المسلمين باش دار لاعتبار المرأة المسلمة التي كشف هذا اليهودي عن جزء من حجابها. فهل تحبين الله؟ هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ماذا تنتظرين؟ لماذا تخالفين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تخرجين كل يوم متبرجة كاشفة لعورتك؟ أسوق إليك هذه القصة لعلها تكون لك عبرة في طريق التوبة والعودة إلى الحجاب. هذه فتاة ملتزمة بحجابها الشرعي، والحمد لله نسأل الله عز وجل أن يكثر من الفتيات ومن الأخوات المتحجبات بحجابهن الشرعي. فنتيش تغت متحجبة تغت داعية إلى الله عز وجل في سيام نوس الدين بالإسلام تغاس إجن الصديقة إجن الأخت النس إجن جوكت النس، ولكن تغت متبرجة تحول كيس بالتي هي أحسن يوما بعد يوم تريد لها الهداية، وأن تلبس يوم من الأيام أن تلبس الحجاب الشرعي تحول كيس هذا عشان نهار التوب على الله عز وجل تياب اللباس الشرعي قبل أن يزورها ملك الموت. فقررت يوما أن تصطحبها إلى درس في المسجد، إجنها تغذي إجن درس خاص بالأخوات في المسجد أتجن العالمة إجن الواعظة في الناس كي يفرح بنهارها المسجد. فقالت لها لصديقتها المتبرجة إثني وياظم الحجاب في الناس أريد منك أن تصطحبيني وتسيري معي إلى الجنة. في الناس خصر أش معاظغ نهارا أكيد يفرح بغا الجنة. تعجبت الفتاة المتبرجة في الناس من يفجى الجنة ذني تذيف ما قالت في بيت من بيوت الله. الناس أنا غايجن تمزيدة وبعد إلحاح لحخة سطس استجابت الناس يالله كيسرح أفزاغ من ديني ودخلت معها المسجد تفغى المسجد غير جناح أنت مغارين الأخوات. فوجدت الجميع الأخوات ما رياض تعرض سنت إجان شرعي سابق ساتر، ووجدت الجميع ينظر إليها باستغراب قيم خزان دايس لنفس غريبة سوار رغمي حصان السار ورنيق ذو تريكو وغصب الحجاب. فأشفقت عليها صديقتها التي استحضتها رمي في زرم مرة خزان تغاسى مني تزيد زيس السلحة فأسرعت تفق بسرعة في ويزدجن الحجاب ذا زرار سابق وقالت لها البسي هذا الحجاب. تنس يعضى الروضة وجقا غم يعضي في البداء يعضي في غاد قوشانا خمي غينتهى أتسردي الدرس نكمل مي غنفق كسيف الريثي دور غوار المتياض ربدا. فقبلت ولبست الحجاب لأول مرة، أول مرة ذي الحياة النس أتياض الحجاب اللباس الشرعي الذي هو نور وطهارة وستر وعفاف وجمال للمرأة المسلمة. لأول مرة رميه الزرع كانت الزجنت تفوغ سبوروضو عمس وثقيروضو توضأت لأول مرة الزوجة كيسنت مجاملة لهن سلحت قمت ذو حلس فصلت معهن لأول مرة. ثم بدأ الدرس فذا الأستاذن الواعظة تشسنت الدرس وكان الدرس مؤثرا يتحدث عن وصف الجنة وعن أهل الجنة وعن وصف النار وأهل النار. ولما انتهت الموعظة وانتهى الدرس رميه كمر صافي الناس تنجكت الناس الناس المتبرجة قالت لها صديقتها الآن سننصاري فرخونا حانا ربح كزرخوا الحجاب من الريث لنخرج. قالت الفتاة التي كانت قبل قليل متبرجة قبل دغفة صغال المسجد تغذي المتبرجات عما سوى فكرت الحجاب لكن رمي التياض أرميث قروضو أرميث الزوج لأول مرة أرميث سري الدرس من يترجاني وذان يوم القيامة
أهل الجنة وأهل النار؟ قالت لها والله لقد ذقت حلاوة الإيمان. الله أكبر، نس حلاوة فزيوذ الإيمان قثو فيقور والله لن أخلع حجابي أبدا حتى ألقى الله. نس والله ما يكسغ الحجاب أموزي سخقيم أرغرقي الله سبحانه وتعالى. والله لن أترك الصلاة ما حييت. سيخ أنت يم الصلاة ذيس النور ذيس السعادة بالراحة بالإطمئنان. الناس عما ستسمح هذه الصلاة، بل أعاهد الله أنني سأدعو المتبرجات إلى لبس الحجاب، سأجعل حياتي وقفا لله تعالى، عساه أن يسامحني ويغفر لي. خرجت مع زميلتها من المسجد وكلتاهما متحجبتان، لكن يشاء ربك في الطريق جاءت سيارة مسرعة تسجن توموبيل تزد سجن السرعة جنونية فصدمتها فغضرت غاثماث وسالت دماؤها الطاهرة التي تحركت لدين الله واحترقت شوخا للقاء الله، فرزقها الله حسن الخاتمة. فقى الحجاب غوانس ساعات قليلة فارقح باش ترقى الله سبحانه وتعالى متحجبة. وأنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة المؤمنة الصابرة في زمن الغربة الثاني، يا من لازلت لم تلبس الحجاب الذي يرضى عنه الله ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتحي صفحة جديدة من اليوم مع الله وتذكري قول الله عز وجل وهو يخاطبك: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فالله لقد آن الأوان يا أختاه، يود الوقت من تراجي أن تتوبي وترجعي إلى ربك، ولسان حالك ومقالك يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء، اللهم أوقف نزيف الدم، احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والوباء والغلاء، ارفع عن المسلمين البلاء والوباء والغلاء، اجمع شمل المسلمين، اللهم عم بلاد المسلمين بالأمن والرخاء يا رب الأرض والسماء، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين على المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا جميعا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ملك البلاد الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وعينه عليه، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لأن بعض الإخوة تتعنزي ومن كيس نتدعم بشر نشاف الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة لعلها تكون ساعة إجابة أن يكتب لهم الشفاء من هذا المرض. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.